السلام عليكم ورحمة الله. يفتتح رجل الأعمال عبد الله اليوسف. وينه؟ بالظلمة عاد اليوم. المزرعة المائية هذه أول تجربة للزراعة المائية فيما أعلم بشمسية. شوف هذا الفلفل البارد، وهنا الطماط والفلفل الحار والباذنجان. الموضوع سهل جدا، مواسير بلاستيك وأحواض وشتلات وغطاس صغير مثل حق الكنديسف وحوض ماء صغير. لو نلاحظ ان هذه صغيره، شوف مترين في ارتفاع، مترين تاخذ 40 شتله. هي الشتلات لها ماده معينه غير رمليه حتى ما توسخ الماء وتسوي عروق. المزرعه هذه 40 شتله عندك بالحوس ولا بالسطح ولا بالسيب تنتج لك غذاء خضار طبيعية، ولو حطيت أنت كيماوي بالماء يكون أنت عارف وش هو، يعني مو مثل بعض المبيدات وبعض الأشياء. مثلا هذا مثلا منتج مقوي للشتلات، وهذا ترى ذا مو بنزين. أنا أول ما شفت حسبه بنزين. وهذه هي التربة، شكله وش هو؟ قار رحمة وكذا، فهم؟ وهذا لهن الشتلات، تأخذ الشتلة هذه بهذا الشكل وتحطها بالحوض والسلام عليكم. الطريقة، هذا الحوض يضخ الماء على المواسير اللي فيها الشتلات ويرجع مرة ثانية يدور، يكفيك الحوض هذا أسبوع كامل. وهذه هي الفائدة من الزراعة المائية، يعني توفير الماء بدل ما تحط لك سوادي وبالماء ضايع بالأرض وكذا. الآن شوف المدى يكفي. طبعا التنويه أنه تحتاج إلى الشراع الأخضر تضعه فوقه هذه المزرعة، إذا تحطها بزاوية البيت بالسيب بالسطح. هذه المزرعة اللي تشوفونها قدامكم مكلفة حوالي 2000 ريال. أنت تقدر تجيب عامل وتصممها على الشكل اللي أنت تبيه. يبغى معلومات وكذا يجي إلى الهملام بعد المغرب، يقابل الشيخ عبد الله اليوسف ويعطيه تفاصيل أكثر.